كأس الأمم الإفريقية يعني هينطلق بالظبط بعد حوالي 10 أيام. بطولة مهمة جدا هتتلعب على مدار 30 يوم من 13 يناير حتى 11 فبراير في 6 مدن في كوت ديفوار. منتخبنا هيكون في أبيجان في العاصمة، ونتمنى يا رب يعني نتمنى يا رب بإذن الله نكون في صدارة المجموعة، لأن الصدارة معناها هنكمل في العاصمة. لو انتقلنا للمدن الأخرى سواء بواكيه أو أماسوكرو أو سان بيدرو أو المدن التانية دي، يعني الموضوع صعب جدا على منتخبنا في الاستعداد الفني، في البدني، في المعيشة، في التغذية. يعني الموضوع صعب جدا، وأنا سبق وحذرت كذا مرة واتقال إن المنتخب بعت كذا مندوب. أتمنى إن يكون الناس عملت شغلها عشان الأمور دي ما تنعكسش سلبيا على منتخبنا عكس المنتخبات الأخرى اللي حضرت من بدري وخدت أماكن من بابها، يعني من A to Z، ما سابتش أي حاجة للصدفة. رحنا للمدن دي، المدن دي احنا اللي رايحين لها، فالمنتخبات دي هي اللي موجوده فمتعوده عليها. فاتمنى جزئيه الاقامه والاعاشه ما تبقاش مشكله لمنتخبنا في كاس الامم. ولكن النهارده عندي ملف جديد وملف مهم جدا، وبرده لاول مره بيعلن للناس، لان ناس كتيره بتسال هو ايه الفرق ما بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الاسيوي. انا مش هتكلم على الاتحاد الدولي او الاتحاد الاوروبي، يعني مش هروح في الكاتيجوري او في المستويات لحاجه اعلى شويه، لا انا هتكلم على اسيا وافريقيا، لان على فكره في نفس التوقيت اقامه كاس الامم هيكون في نفس التوقيت إقامة كأس آسيا. بطولة الأمم الآسيوية هتتلعب في نفس توقيت بطولة الأمم الإفريقية. فطبعا أنت هتبص تشوف هنا حاجات ومش هتلاقي هنا حاجات. فالناس هتقعد تعمل مقارنات من بدر هم قبل انطلاق البطولتين بعشرة أيام. النهاردة أنا أقول لكم إيه اللي هيحصل وليه هيكون في فارق فني في التقنيات ما بين آسيا وأفريقيا. آسيا هتطبق تقنية النصف آلي لكشف التسلل. آسيا هتطبق تقنية النصف آلي لكشف التسلل، دي تقنية من ضمن الأوبشن التقنيات اللي موجودة في الفار. تعرفين الفار في كذا أوبشن، عايز تعمل تقنية خط المرمى، عايز تعمل تقنية التسلل سواء من خلال الخطوط أو من خلال النصف آلي، يعني حاجات كتيرة جدا موجودة في التقنية، حاجات تكنولوجية مش هشرح فيها تفاصيل كتيرة، ولكن تقنية النصف آلي من التقنيات الدقيقة جدا في كشف التسلل، وإحنا شفناها في كأس العالم للأندية اللي شارك فيها النادي الاهلي في المملكه العربيه السعوديه. الاتحاد الافريقي طلب ان التقنيه تتطبق، ولكن حصلت مشكله، والمشكله دي هيكون ليها اثر كبير جدا فيما بعد، عشان الامر هيكون متعلق بايه؟ الكوره بتاعه البطوله. انت عشان تطبق تقنيه النصف الي بنسبه 100% سليمه لازم في ادوات معينه تكون مكتمله معاك. ادوات اوكي ممكن تكون موجودة، بس الكورة عنصر مهم جدا زي ما انتم شايفين على الشاشة. يمكن دي تقنية النصف آلي السوم اوتوماتيك، يعني بتبقى مهمة جدا في شرح في مسألة التسلل، وبتبقى دقيقة جدا عكس الخطوط. فانت الكورة اللي هتلعب بيها في البطولة مش هي الكورة اللي مع احدى الشركات الراعية اللي بتطبق تقنية النصف آلي. خدوا بالكم من الجزئية دي، جزئية مهمة جدا. ناس كتيرة بتقعد تسأل ليه التقنية هتتطبق، أو يعني ناس بتسأل هتتطبق ولا مش هتتطبق؟ طب مش هتتطبق ليه؟ بسبب الكورة. الاتحاد الإفريقي متعاقد مع شركة لتوريد أدوات من ضمنها الكرات، شركة رياضية معروفة جدا، يعني مش هينفع أقول اسمها. الشركة دي مش هي اللي فيها الأدوات أو التكنولوجيا اللي موجودة في الكورة اللي بتلعب بيها المباريات. اللي عنده التكنولوجيا في الكورة اللي بتطبق فيها تقنية النصف آلي أو التسلل دي شركة تانية وشركة منافسة، والشركة دي الفيفا هي راعي للفيفا وبتتلعب بيها كل مباريات الفيفا، ونفس الأمر بتتلعب بيها كل مباريات البطولات الآسيوية. ولكن الشركة دي مش هي اللي ماضية مع الاتحاد الإفريقي، وبالتالي طول ما الشركة الأخرى موجودة مع الاتحاد الإفريقي استحالة تطبق تقنية النصف آلي. أنا بجيب لكم معلومة جديدة محدش سمع عنها ولا اتكلم عنها قبل كده. الكورة اللي هتتلعب بيها مباريات كأس الأمم هي السبب اللي مش هيخلي الاتحاد الإفريقي يطبق تقنية النصف آلي. لأن الكورة اللي بيسمح بيها إقامة هذه التقنية أو تنفيذ هذه التقنية شركة رياضية أخرى أو شركة كورة أخرى مش هي اللي ماضي معاها الاتحاد الإفريقي. وبالتالي كأس الأمم للأسف مش هتقام فيها أو مش هتنفذ فيها تقنية النصف آلي. في المقابل بطولة أمم آسيا هتقام فيها أو هتنفذ فيها تقنية النصف آلي. الناس حاولت والناس حبت تجرب وتشوف من خلال بعض الأدوات، ولكن الكورة هي العنصر المهم جدا في تنفيذ التقنية بنسبة 100%. سهل جدا تسطب الكاميرات في أماكن معينة،
سهل جدا تعمل كل التكنولوجيا اللي عايزاها النصف آلي لتطبيق التسلل، ولكن الكورة عنصر مهم جدا عشان دقة النتيجة، وبالتالي ده مش هيكون موجود عشان الكورة. امتى الاتحاد الافريقي يقدر يطبق التقنية؟ لما يغير الكورة. انا طبعا مش هينفع اقول اسماء الشركات، ولكن انتوا اكيد فهمتوا الفيفا بيلعب بكورة تبع شركة ايه، والكاف معاه كورة تبع شركة ايه. اي حد ممكن يخش على الويب سايت بتاع الفيفا او الكاف ويقدر يعرف ده، وبالتالي الكورة هي اللي هتكون سبب رئيسي في عدم تطبيق تقنية النصف آلي في بطولات الأمم الإفريقية، خاصة بطولة الكوت ديفوار. بالمناسبة وأنا بتكلم على موضوع التقنيات والنصف آلي وبتكلم على حاجات يعني المفروض يعني الاتحاد المصري يقرب حتى ولو بتفاصيل منها، هل تتخيلوا إن الأسبوع ال 11 اللي اتلعب في الأيام اللي فاتت ما كانش فيه تقنية التسلل؟ والله العظيم ما كان فيه تقنية التسلل. الناس مش واخده بالها عشان الاهلي ما بيلعبش والزمالك مش موجود وبيراميدز ما بيلعبش، فالمباريات دي اللي عليها نسبه مشاهده كبيره ما حدش واخد باله. كل المباريات، مباريات البنك الاهلي وزد والداخليه، يعني كل الفرق والاتحاد والاسماعيلي والمصري، كل الفرق اتلعبت المباريات دي بدون وجود تقنيه التسلل. خطوط التسلل مش موجوده ليه؟ لان الاتحاد عليه مستحقات لغايه اللحظه دي لسه ما اتدفعتش، فالتقنيه موجوده ولكن اوبشن التسلل مش موجود في الماتشات. الله اعلم لما نرجع في شهر فبراير ونستكمل مباريات الدوري ولو الفلوس ما اتدفعتش، هل في اوبشن تاني من الفار مش هيتم تنفيذه في الدوري ولا لا؟ الله اعلم.